خش يا برنس افتح الدولاب كده. معرض اولاد الروبي، اوضه نوم عموله، واحد دولاب تسريحه، اتنين كوميدينو تسريحه. طب افتح الدولاب بقى. معنيش. وخبط على الخشب وحياة امك قوي. شوف يعني الجنب بقى، اخبط من الجنب. الله ينور. خش على التسريحه. لا كبس ولا شغل صيني ولا شغل اي حاجه. شغل مسكي. شغل مؤاخذة كله. مسكي. افتح الدولاب. طيب افتح التسريحه دي. شغل مؤاخذة زي ما حضراتكم شايفين. شغل يعني اوضة نوم ونيش. ومساعد نيش كمان. ومساعد نيش. اخبط لي بقى على السرير ده خبطه حلوه كده. خبطه ايه؟ 15000 بالنيش بكله. زي ما انتم شايفين حضراتكم انا بخبط واخد من شغلي. انت قلت بكام دلوقتي يا شكل؟ قلت السعر كام؟ قلت 18000 جنيه. 18000 والتوصيل علينا. والتوصيل علينا كمان يا عم. ماشي. والتقفيل على الوسط شكل. افتح ال التقفيل ده لا يا عم علينا علينا. يلا ده على الزبون. يلا يلا لوجه الله. شغل لا مؤاخذة. لا شغل صيني ولا شغل لا مؤاخذة. ده شغل مصنعنا. افتح بقى النيش ده. النيش ده كمان بالمرة. النيش ده بتاعه. الله ينور يا شباب. طب انا عايز خبطه جامده على الجنب ده. خبطه تسمع الناس. هجيب لك حاجه ساقعه والله. تسمع ايه؟ ايوه جامد. لا اخبط اخبط. عايزك تكسر الدولاب. خلاص يا برنس كده خلاص. قول للناس بقى مكاننا فين بسرعه. يلا مكاننا زود الكراكسه محطة المصنع. معرض جنب الجامع اهو. امام جامع ومشيمات. هو المظلة على طول بس خلاص شكرا.